بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، وارزقنا قلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. تحدثنا عن شيء من فضل طلب العلم، خاصة العلم المتعلق بالله عز وجل الذي يحقق مفهوم قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبينا أحكام الصوم، وأن الصوم قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، وبينا الحالات على سبيل الإجمال، وقلنا أن سنبينها بإذن الله عز وجل. حديثنا هو حديث عن الصوم، عن شهر الرحمة والمغفرة والرضوان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فقد فرض الصوم أول ما فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض على جميع المسلمين ذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم. فصام عليه الصلاة والسلام 9 رمضانات في حياته، والعجيب الغريب أنه 8 رمضانات منها كانت ناقصة، يعني صام الرسول فيها 29 يوما، ورمضان واحد فقط اللي صام الرسول عليه الصلاة والسلام 30 يوما. عجيب، لماذا هذا الأمر؟ يبدو الله تعالى أعلم أن بعض الناس عندما يصوم 29 يوم يظن أن أجرا عظيما قد فاته، فكأن الله عز وجل يريد أن يمنينا ويسلينا ويقول: انظروا إلى نبيكم خير خلقكم، قد صام 8 رمضانات من 9 رمضانات ناقصة، كي يقول لنا أن الناقصة في حكم التام في الحكم، أي أنك إن صمت وكان رمضان 29 يوما فإنك ستحصل من الأجر كأن صمت 30 يوما، والله تعالى أعلم. فضل الصيام، انظر ما يقول الله عز وجل في كتابه العزيز، يقول: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصائمين والصائمات قد أعد الله عز وجل لهم مغفرة وأجرا عظيما. أخي، إنك إن قلبت أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام لعلمت أنك أمام كنز عظيم جليل جدا، هو شهر رمضان المبارك. انظر إلى بعض الأحاديث الواردة في فضل هذا الشهر العجيب العظيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة. وإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرئ صائم، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله عز وجل فرح بصومه. رواه الإمام البخاري. انظر إلى هذا الوعد الرباني العجيب، كل عمل ابن آدم له أجره معروف إلا الصوم فإنه لي. لمن؟ لرب العزة جل وعلا. الله عز وجل أكرم الأكرمين، إذا قال لك الصوم لي فأنا أجزي به. إن كان العظيم قد توعد أن الصوم له وأنه يجزي به، فما بالك سيكون أجر هذا الصوم أو أجر هذا العمل العظيم. انظر ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقول في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر، من حسنة ل700 ضعف العمل العادي، لكن الصوم قال لك فإنه لي، يعني مش فقط 700 ضعف، وإنما قد يكون أضعاف أضعاف هذا العدد. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن لا ترد دعوتك أخي إن كنت صائما
أو على مائدة الإفطار كما ورد في أحاديث أخر. إن كان هذا فضل الصوم على سبيل الإجمال، فما فضل صوم رمضان على سبيل التفصيل؟ يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فإن كنت قد صمت العام الماضي فاحرص ألا يفوتك يوم في هذا العام حتى يصبح رمضان. ورمضان كأنهما مطحنة يطحنان ما بينهما من الذنوب والمعاصي، فلا يبقى لك ولا تبقى في ذمتك أي معصية إلا وقد زالت بفضل رمضان، هذا الشهر العظيم الذي أنعم الله عز وجل علينا به. ويقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، صلى على النبي اللهم صل على محمد، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ، يعني انتهى رمضان وخلص قبل أن يغفر له. الله أكبر. إيه يعني رغم أنفه؟ يعني أنفك يصبح متمرغ في التراب، والأنف كناية عن الأنفة والعزة والكبرياء. فلو إنسان منخاره تلطخ بالتراب أصبح مسامتا للأقدام، أليس هذا كناية عن الذل والبوار والخسران؟ نعم، حقيقة الإنسان الذليل والخسران الذي فعلا كما قال عليه الصلاة والسلام يشهد رمضان ولم يغفر له. لماذا؟ لأن رمضان إخواني منة عظيمة من الله عز وجل. لو نعرف حقيقة لماذا كان رمضان لشددنا المئزر ولتركنا الطعام والشراب والأصحاب والضياع وتركنا كل مغريات الدنيا وانطلقنا في هذا الشهر العظيم مقبلين إلى الله عز وجل، مستغلين كل دقيقة في هذا الشهر العظيم في هذا الكنز الكبير الذي هو شهر رمضان. لماذا كان شهر رمضان؟ مر نوح عليه الصلاة والسلام على امرأة عجوز عند قبر تبكي بكاء حارا، فقال لها: يا أخية ما يبكيك هذا البكاء العجيب؟ فقالت: أبكي وليدي، أبكي غلامي، أبكي صغيري الذي مات في ريعان الشباب لم يذق طعم الحياة ولا حلوها ولا سعادتها. فقال عليه الصلاة والسلام: وكم كان عمر ابنك عندما مات؟ فقالت: كان عمره 300 سنة. فعجب نوح عليه الصلاة والسلام: 300 سنة وشباب ولم يذق طعم الحياة ولم يذق سعادة الحياة بعد؟ فقال لها: كيف أنت إذا عشت في أمة محمد أعمار أمته ما بين 60 إلى 70؟ فقالت: أيما الله، يعني أقسم بالله لو عشت في ذلك الزمان لقضيتها ساجدة لله عز وجل. نوح عليه السلام دعوته فقط، إيش عمره؟ دعوته 1000 سنة إلا 50 عام، يعني 950 سنة. طبعا قومه أعمارهم زي أعماره، إذا كانت أعمارهم طويلة 900 و700 و1000 وأكثر من 1000. فتنبه إلى هذا الأمر، إن كانت أعمارهم طويلة فلا شك أن أعمالهم كثيرة، ومن كان عمله كثيرا كان أجره كثيرا، ومن كان أجره كثيرا كانت منزلته وحسناته كثيرة، ومن كانت منزلته وحسناته كثيرة كان مقامه في الجنة وعند الله عز وجل كبيرة. فمن زاد عمره زاد عمله، ومن زاد عمله زاد أجره، ومن زاد أجره علت وارتفعت منزلته وقربه من الله عز وجل. أما نحن أمة محمد أعمارنا ما بين 60 إلى 70، فمن قصر عمره قل عمله، ومن قل عمله قل أجره، ومن قل أجره دنت منزلته وقصرت وصغرت وهبطت. فإذا وفق الحسبة الرياضية ستكون الأمم السابقة الذين عمروا طويلة عندهم من الحسنات الشيء العظيم لأن أعمارهم طويلة. أما نحن أمة محمد فلكون أعمارنا قصيرة فلا شك أن أجرنا عند الله سيكون قليل. هل هذا عدل؟ يأبى الله عز وجل الظلم، لذلك الله عز وجل أراد أن يكون عادلا معنا وزيادة، أراد أن يمتن علينا بأمر زائد، فجعل لنا هذا الشهر شهر رمضان الذي تتضاعف فيه الحسنات، الذي فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بأمر ربهم من كل أمر، ليلة واحدة عن 1000 شهر،
يعني بتكون تقريبا ليلة، لو افترضنا الليلة 12 ساعة أو 10 ساعات مثلا، بيطلع تقريبا الساعة الواحدة 100 شهر. يعني إشي عجيب. إيش يعني الساعة الواحدة عن 100 شهر؟ يعني لو أنت في ليلة القدر مكثت ساعة كاملة تقرأ القرآن أو تقيم الليل أو تذكر الله عز وجل 60 دقيقة، يكون كأنك قد أقمت الليل أو قرأت القرآن أو أدمت طاعة الله مدة تصل إلى 100 شهر، لأن الساعة تكون تعدل قرابة 100 شهر. الله أكبر. يعني لو شخص في زمن نوح عليه السلام عبد ربه 1000 شهر، ساجد قائم عابد ضارع خاشع مقبل آيب إلى الله عز وجل، وأنت عبدت الله عز وجل طول ليلة القدر ليلة واحدة فقط، بيكون أجرك وأجره متساوي. أليست هذه منة من الله عز وجل؟ أليس من ضيع هذه الليلة أو ضيع هذا الشهر رغم أنفه وذل وخسر وبار وقد وقع منه أمر عظيم كبير؟ إخواني، الدنيا التي نعيشها أمثلها بمغارة. تخيل إنسان دخل مغارة لها بابان، باب دخل منه وباب سيخرج منه، والمغارة ستنهال عليه في أي وقت، وهي مليئة بشتى أصناف المعادن، ذهب وفضة ونحاس وزبرجد وماس إلى آخره. إذا كان هذا الرجل بعيد عن العقل قريب من الغباء، فإنه سيحمل ما ثقل وزنه وخف ثمنه، يحمل إيه؟ نحاس، حديد، تنك، فضة. لكن إذا كان إنسان ذكي إيش بيعمل؟ يحمل ما خف وزنه وغلى ثمنه. وربنا عز وجل سبحان الله وضع لنا في هذه الدنيا ما خف وزنه وغلى ثمنه، جعلنا بعض الأعمال بسيطة وقليلة وميسورة، لكن أجرها عند الله عز وجل أجر عظيم جدا جدا. منها شهر رمضان الذي تتضاعف فيه الحسنات وتتضاعف فيه الأجور، والذي فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر. فإن كنت عاقلا أخي، وإن كنت تعرف أن هذه الدنيا سيغلق بابها عليك بالموت في أي لحظة في أي زمان في أي مكان، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فعليك أن تكون عاقلا فتقبل على هذه الأعمال القصيرة لكنها عظيمة عند الله عز وجل في الأجر. هذه حكمة من حكم صيام شهر رمضان، وإذا أردنا أن نستعرض حكم شهر رمضان لوجدنا أنها كثيرة من كثيرة. نذكر حكمة أخرى من حكم شهر رمضان، أن الله عز وجل افترض علينا شهر رمضان، أن شهر رمضان يشعر المسلم بنعمة الطعام والشراب والجماع التي يحرم منها طوال النهار، فلا يشعر أحد بالنعم التي أنعمها الله عليه إلا عند فقدها. فكما قيل: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فالصحيح لا يعرف نعمة الصحة التي أنعمها الله عليه ولا يتعرف عليها بشكل جلي صارخ إلا عندما يفقدها ويصبح مريضا، فيغبط الناس على ما أنعم الله عليهم من نعمة الصحة والعافية، ويتمنى أن يذهب كل ماله مقابل أن ترجع إليه صحته التي فقدها نتيجة المرض. فالصوم وسيلة إلى شكر النعمة. إذا أنت تركت الطعام والشراب، تعرف أنه فعلا الطعام والشراب نعمة عظيمة ربنا عز وجل أنعمها عليك، فعندها فعلا تشكر الله عز وجل، لأن للأسف لا نعرف قيمة الشيء إلا عند فقده. الحكمة الثالثة: نشعر بحال الفقراء والمحتاجين عندما يقرصك ألم الجوع أو ثورة أو شدة العطش. عندها تستحضر كيف الفقير في الأيام العادية كيف يشعر وكيف يكون حاله عند فقد الطعام وفقد الشراب. الحكمة الرابعة: كسر ثورة الشهوة، فإن الإنسان كلنا إذا شبعنا عظمت شهوتنا وقويت واستحكمت على عقولنا وأثرت نفوسنا، فإذا استحكمت الشهوات ضعف الإقبال على القربات وخفت الطاعات وكثرت المعاصي والآفات، وكلما جاع المرء ضعفت نفسه فخفت شهوته فيزيد إقباله على الله فتكثر القربات وتزيد الطاعات وتقل المعاصي والآفات. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إيش يقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ولم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني حامي من الوقوع في الإثم. ليه؟ لأن الجوع بكسر النفس بكسر الشهوة، وكلما انكسرت شهوتنا وضعفت وقصرت كلما زاد إقبالنا على الله عز وجل. الحكمة الأخرى من حكم الصوم:
أن الصوم شعار وحدة المسلمين وتجمعهم حول إله واحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيجتمع أكثر من مليار مسلم، تخيل في شهر رمضان حوالي أكثر من مليار مسلم ومسلمة من شتى الضياع والأسقاع والبقاع، اللغات والأعراق، الأعراف والثقافات، البيئات والطبقات، كلهم دون استثناء ينقطعون عن الطعام والشراب والجماع ابتغاء مرضات الله تعالى، لا يخافون في الله لومة لائم ولا عدل عادل، كأنهم يقولون للبشرية جمعاء بصوت واحد بل بفعل واحد: نحن أمة واحدة. دليل تجمعنا انقطاعنا في وقت واحد في شهر واحد طوال اليوم عن ألذ شهوات الإنسان ابتغاء الملك الديان. نجلس جميعنا على الطعام والشراب بعد الغروب والأذان، ونصلي صلاة التراويح في كل مساجد الأرض والبنيان، اعترافا بأن جند الملك الديان جل وعلا. حكمة أخرى من حكم الصوم التي أنعم الله عز وجل علينا بها وبهذا الشهر الفضيل، أن الصوم يعلم أفراد الأمة الانضباط بأن يتجنب المفطرات من المآكل والمشارب وكبح الشهوات الجنسية، وضبطها بأوقات محددة من الفجر حتى الغروب، فينتهي عنها أكثر نصف يومه من الفجر حتى الغروب ويقبل عليها باقي اليوم، فيتعلم الانضباط وكبح الشهوات. هذه حكم قليلة بسيطة، لو أردت أن أستزيد وأن أزيدكم من حكم هذا الشهر العظيم الفضيل لمكثنا ساعات وساعات ولم ننتهي من فضل صوم شهر رمضان على الأفراد والأمم، ناهيك عن الحكم النفسية والحكم الصحية التي يعرفها جلكم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وبارك الله فيكم على حسن استماعكم.